لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. في المدى، مسلحون بزي عسكري يخطفون صاحب حقل دواجن وعماله في ديالى بعد استدراجهم. في صحيفة الزمان، دمشق ترفع سعر الوقود وسط أزمة اقتصادية حادة. في القدس العربي، نائب عراقي يحذر من فشل المفاوضات بين بغداد وأربيل حول الموازنة الاتحادية. في صحيفة الميثاق الوطني، الموصل تحيي الذكرى الثانية لفاجعة العبارة كشفت حقيقة هيمنة الميليشيات على المدينة. في العربي الجديد، اغتيال ضابط بالمخابرات العراقية في بغداد. في العرب اللندنية، عباس يدفع بالرجوب إلى الواجهة وسط الانشقاقات. وفي موقع عربي 21، عودة لإغلاقات كورونا في أوروبا وتأخر بتسليم اللقاحات. السلام عليكم. ليس من قبيل المبالغة القول بأن الضمير العالمي كان خارج الخدمة في عام 2003، كما ليس غريبا الزعم بأن العدالة وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية كلها سقطت بالضربة القاضية، حتى بدا دعاة هذه القيم عراة أمام العالم في غزو العراق، وليس انفعالا وصف المنظمات الأممية كالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والجهات الحقوقية الدولية والإقليمية بأنها بدت مجرد هياكل هشة أمام هذه الجريمة الكبرى. فلقد أظهر الإصرار على الغزو والأكاذيب التي تم نسجها لتبريره بأن الأسس التي قام عليها النظام الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت مجرد فقاعة. على مدى أكثر من عقد ونصف، بقي العراق بقعة تنزف دما وتكشف أيامه يوما بعد يوم، وهن النسيج الكاذب الذي فرشوه عليه كي يظهر بحلة زاهية، كما تسرب كل ذلك الخداع والوهم عند أعتاب كل أزمة. فأيقن العالم كله وحتى أولئك المتأخرين بإدراك الحقيقة بأن كل ما جرى مجرد هراء، وأن الغزو كان مجرد كذبة كبرى، وكل ما بعده مجرد أكاذيب صغرى تسبح في فلكه وتحاول تزيين صورته كي يبدو براقاً. ولأن الضربات اللفظية سريعة فقدان الصلاحية، فقد ذهبت أدراج الرياح صفة المحررين عن الغزاة وبانت عوراتهم منذ اليوم الأول، كما ذهبت كل الوعود بعراق جديد إلى مزبلة الجحيم. أما العملاء فقد من عليهم سيدهم بأن يجعل الجاني والمذنب منهم القاضي والجلاد، والفاسد المكلف بالإصلاح، والظالم يحمل قنديل الحق، والسارق الحامي لبيت المال، والزعيم الشعبوي يقف خطيباً بين الناس بلباس الزعيم الشعبي، والمنقسم على ذات الدمية بيد الأشرار مصدقاً نفسه أنه كان مجاهداً، واليوم هو الزعيم الذي لا يشق له غبار. ولأن هذه التشكيلة السياسية الرثة وصلت للسلطة نتيجة حرب ونتيجة تقاسم كعكة السلطة بحسب المحاصصة، لذلك فإن الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها هذه النخبة الفاسدة البقاء هو تشريع النهب وممارسة الإقصاء والتغييب والقتل ودغدغة الغرائز الطائفية والإثنية، وتجعل من هذه الكوارث نظرية حكم تستند إليها، كما أن الغموض القانوني والفوضى السائدة التي تقصد المحتل صنعها سمحت لهذه الطبقة الفاسدة وأذرعها المسلحة بالبقاء. اليوم وفي ذكرى الغزو، تبقى المراهنة التاريخية قائمة على شعب العراق. فإذا كانت النظريات السياسية قد ركزت على الجغرافيا كمركز ثقل سياسي عبر التاريخ، فقد برزت بؤر شعبية كمراكز ثقل سياسي عبر التاريخ أيضا. فخريطة العالم الجغرافية تظهر لنا دولا ذات وضع جيوستراتيجي نادر، لكنها لم تكن أبدا مركزا لصناعة التاريخ. تعرضت مدينة نينوى للتهجير القسري والتغيير الديموغرافي كباقي المحافظات العراقية التي تعرضت للتهجير والتغيير الديموغرافي بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003. وكما هو معلوم، فإن الاحتلال الأمريكي وحكوماته المتعاقبة اعتمدت عدة آليات للتغيير الديموغرافي في المدن العراقية،
فكانت الآلية التي اعتمدت في نينوى مختلفة إلى حد ما عن بقية المحافظات، إلا أنها تصب في نفس الهدف والغايات. بدأ التغيير الديمغرافي في نينوى منذ بداية الاحتلال سنة 2003، فمنذ مجيء الاحتلال ووصول الحاكم المدني الأمريكي بول برايمر، عد قانونا سمي بما يعرف بقانون الإدارة المحلية، ووضعت المادة 58 والتي تنص على ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها. أما المرحلة الثانية من التغيير الديمغرافي في نينوى فبدأت بعد سنة 2014، بعد سيطرة تنظيم داعش على المدينة في 10 حزيران من العام نفسه، بعد الانسحاب غير المبرر للقوات الأمنية أمام 300 عنصر من تنظيم داعش، وفقاً لما ذكرت التقارير العراقية عن عدد أعضاء التنظيم المهاجمين، بينما كان في المدينة 3 فرق عسكرية كلها انسحبت وتركت أسلحتها لتستولي عليها داعش. وفي بداية سنة 2016 بدأت المعارك تدور بين داعش من جهة وقوات التحالف والجيش والميليشيات العراقية من جهة أخرى، وانتهت هذه المعارك بتدمير المدينة خاصة الجانب الأيمن منها الذي دمر بنسبة 70%، خاصة ما يعرف بالمدينة القديمة حيث دمرت عن بكرة أبيها بسبب الأسلحة الثقيلة التي استخدمت في المعركة. بعد تدمير المدينة في أثناء المعارك مع تنظيم داعش وخاصة الجانب الأيمن، لم تقم الحكومات المحلية والمركزية بإعادة بناء المدينة، وبقيت البنية التحتية مدمرة من جسور ومستشفيات ومدارس، ولم تقدم تعويضا للسكان الذين دمرت منازلهم، مما جعل المناطق المدمرة غير صالحة للسكن، ويصعب على السكان العودة إلى منازلهم. أمام هذا السيناريو بدأت جهات مشبوهة من خارج المدينة بمحاولة شراء المنازل المدمرة. يبدو أن الكتل والأحزاب والميليشيات المسلحة الحاكمة قد بدأت من الآن التحضير للفوز بالانتخابات القادمة، فهي بحاجة على ما يبدو إلى مزيد من الوقت لتزين وجوهها القبيحة، وتبرئ نفسها من الجرائم التي ارتكبتها وأموال الحرام التي جنتها والبلاد التي دمرتها، بالإضافة إلى استحضار جميع الوسائل سواء المتعلقة بالترهيب أو الترغيب أو شراء الذمم وتوزيع الرشاوى على الصحفيين والأقلام المأجورة، فإننا لا نستبعد لجوء هؤلاء الأشرار إلى توظيف الدم العراقي للفوز في هذه الانتخابات. العراق ما يزال يرزح تحت الاحتلال الأمريكي ووصفه الإيراني، وكلاهما لن يسمح لمقتدى أو غيره المساس بنظام المحاصصة الطائفية والتفرد بالسلطة، بل إن أمريكا وإيران لن تسمحا بتهميش دور الأطراف الأخرى في العملية السياسية، خاصة تلك المدعومة بالميليشيات المسلحة. فوجود هذه الأحزاب والميليشيات هي الضمانة الوحيدة لمواصلة سياسة الفوضى الخلاقة التي اعتمدتها أمريكا كأساس لتنفيذ مخطط تدمير العراق الذي لم يكتمل بعد. يضاف إلى ذلك جوهر المشكلة التي يعاني منها العراق وشعبه، والتي لا تكمن أبداً في تغيير حكومة بأخرى ولا بفوز هذه القائمة أو تلك، أو تكمن في حكومة أغلبية أو حكومة توافقية، وإنما تكمن أساساً في النظام السياسي المبني على قواعد المحاصصة الطائفية والعرقية والميليشيات المسلحة والعصابات الإرهابية والفساد والرشوة والسرقة والقتل والتهجير. وهذه المساوئ جميعاً محمية بدستور دائم لا يمكن تعديل مادة واحدة فيه، ما يضع القادم الجديد أمام خيارين: إما القبول بالأمر الواقع أو مواجهة مصيره الأسود. يقول الكاتب: لو جاءت حكومة من صفوة القوم ومن خيرة علمائها وتتمتع بكل صفات الوطنية والنزاهة، لن تتمكن من إصلاح العملية السياسية من داخلها في ظل المواصفات التي تحدثنا عنها قبل قليل، وإنما ستنحني أمامها أو تقدم استقالتها لتجنب نتائج لا تحمد عقباها. لم تكن إجراءات الوقاية من وباء كورونا التي اتخذتها وفرضتها دول العالم عبر بروتوكولات طبية إلا ضوابط ملزمة تستهدف الحفاظ على سلامة الإنسان وتحد من انتشار الوباء القاتل،
وبالتالي فإن الإخلال والتهاون بتطبيق تلك الإجراءات إنما هو مجازفة واستهتار يصل لحد الجريمة الموجهة التي تستهدف المجتمع ولا تتوقف حدود ضررها لشخص معين، وهو عكس ما يجري في العراق. عندما منحت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الضوء الأخضر لعودة النشاطات الرياضية ومن ضمنها دور النخبة الكروي، فإن الهيئة التطبيعية باتت هي الجهة المسؤولة قانوناً لضبط إجراءات السلامة ومحاسبة المخالفين من خلال تشكيل فرق المتابعة بشكل مستمر والتأكد من تنفيذ البروتوكول الطبي الذي أصدرته لجنة المسابقات، وإن أي خرق يتبعه ضرر سواء بإصابة اللاعبين أو تشخيص إصابات الجماهير فإن على إدارات الأندية والهيئة التطبيعية تحمل النتائج السلبية على قدر جسامتها. خرق صحي فاضح شهدته النشاطات الرياضية دون أن تتوقف عندها الهيئة التطبيعية وتفرض سطوتها بإجراءات رادعة تدلل على حرصها على السلامة العامة قبل سعيها إلى نشر تصريحات وصور تنقل حالة مثالية في تطبيق البروتوكول الصحي خلافاً لحقيقة ما جرى وما يجري على أرض الواقع الذي يشهد فوضى وانفلات غير مسبوق لحالات اختلاط لأعداد كبيرة من الجماهير يقابلها ضعف رقابي وفحص روتيني بدائي للاعبين والكوادر التدريبية. مشهدان لا يقبلان التأويل والتبرير يعززان ما ذهبنا إليه بالدليل القاطع أن كل ما نقوم به من إجراءات صحية شكلية هو خوف من عقوبة دولية قد تطال كرة القدم وتوقف مسابقة الدوري، وليس حرصاً وشعوراً بالمسؤولية تجاه سلامة المجتمع وإدراك عال لحقيقة خطورة الوباء. لم يكن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بحاجة إلى كل الكلام الذي قاله في إطلالته يوم الخميس الماضي ليعلم الجميع أن الحاكم الفعلي للبنان، أو كما يقال مرشد الجمهورية اللبنانية على غرار مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي عمليا يملك كل خيوط الحل والربط في قرارات الدولة، وكما هو الحال في إيران اعتاد نصر الله بين الفينة والأخرى الخروج في خطابات لمناسبات قد تكون مفتعلة أحيانا ليطلق التوجيهات العامة والتي تتحول إلى سمة الأداء السياسي لكل من يدور في فلك الحزب في أروقة الدولة اللبنانية. لم يشذ نصر الله في بداية خطابه عن السياق العام للتوجيهات والشروط التي يجب أن يحتكم إليها السياسيون في محاولة تشكيل حكومة تضع على عاتقها الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. أول هذه الشروط والتي ساقها على شكل تمنيات هي الانقلاب على فكرة حكومة الاختصاصيين وتحول إلى حكومة سياسية مكونة من أحزاب مهمتها ضبط الشارع في حال اضطر لبنان إلى تطبيق شروط البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي للحصول على قروض سريعة. وبغض النظر عن أن هذه الفكرة تناقض بالأساس الشروط الدولية لمساعدة لبنان في أزمته، فإن ما في طياتها يوحي بأن الأحزاب اللبنانية وفي مقدمتها حزب الله لن تسعى إلى ضبط الشارع في حال لم يكن لها نصيب في الحكومة والمشاركة في قرارات رفع الدعم المرتقبة. فرفع الدعم سيكون مقبولاً لو كانت الأحزاب والقوى السياسية في السلطة، وما دون ذلك فهناك خطر في الشارع. طرق أخرى خاصة بحزب الله أوردها نصر الله في خطابه تؤشر إلى شبه الاستقلالية عن الدولة التي يعيشها الحزب، فإضافة إلى المؤسسات الرعوية التي يملكها في مناطق نفوذه تحدث نصر الله عن إمكان لجوء الحزب إلى طرق استيراد خاصة لمنع التجويع في حال لم تستمع الدولة إلى نصائحه باللجوء إلى الاستيراد بالليرة اللبنانية من الصين وإيران. رفع أمين عام حزب الله في لبنان أيضا في خطابه الأخير وتيرة التهديد لمجمل أطراف المنظومة اللبنانية بقول ما معناه إن الأمور وصلت معه إلى حدها الأخير، وبالإشارة إلى إمكانية استخدام العنف ضد مناوئيه، بالحديث عن أن الحرب لا تحتاج إلى صواريخ بعيدة المدى وأن السلاح متوفر لدى جميع اللبنانيين، كما لم يوفر التهديد للجيش اللبناني ولا المحتجين في الشارع ولا الدستور اللبناني الذي طالب بتغييره كي يحد من صلاحيات رئيس الوزراء المكلف ولا الحكومة التي هدد بإفشالها خلال شهرين. يرتبط الموضوع اللبناني بشكل يصعب فصمه،
أيضا بالكارثة السورية المفتوحة وتأثير طهران في دمشق والجغرافيا السورية معلوم أيضا، ومن تجلياته الكثيرة إضافة إلى النفوذ العسكري والأمني والسياسي على مركز القرار الذي يتنافس مع النفوذ الروسي على وضع اليد على الاقتصاد السوري، ومن ذلك سيطرة إيران على آبار نفط في ريف البوكمال وكذلك مناجم الفوسفات في تدمر، وإجبار دمشق على توقيع 4 اتفاقيات استراتيجية تشمل تشغيل شركة للحرس الثوري لتركيب مشغل ثالث للهاتف النقال واستثمار الفوسفات والاستحواذ على أراض صناعية وزراعية وإقامة ميناء نفطي على المتوسط، وكذلك توقيع خط ائتمان لتمويل تصدير النفط الخام والمشتقات إلى سوريا. أما في اليمن، استغل أنصار الله الحوثيون إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة لجو بايدن رفعهم من قائمة الإرهاب والسماح ببدء تسليم المساعدات الإنسانية لليمن لبدء هجوم عنيف للاستيلاء على مدينة مأرب واستكمال حصار تعز وقصفها، كما تحول قصفهم بصواريخ واستخدامهم للطائرات المسيرة ضد أهداف عسكرية ومدنية داخل المملكة العربية السعودية إلى عمل يومي. تمتلك طهران في العراق أيضا وضعا استراتيجيا، فهي تعتبره مجالا حيويا إيرانيا، وإضافة إلى وجود فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وشبكة الاستخبارات الواسعة، فإن لديها نفوذا كبيرا على مجمل المنظومة السياسية بشكل يحقق أهدافها في السيطرة على البلد وفي الحيلولة دون ظهور نظام سياسي عراقي جديد لا يكون تابعا لها. نظمت نحو 100 من الأمهات مسيرة في العاصمة اللبنانية تعبيرا عن سخطهن وغضبهن من الطبقة السياسية الحاكمة في بلد يشهد أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة، وكتب على لافتات رفعتها بعضهن برفقة أولادهن: سرقت أموالنا ومستقبل أولادنا ارحلوا. وكتب على لافتة: أحلى هدية بعيد الأمهات هي أن ترحلوا. هذا وانطلقت مسيرة نسائية من جادة بشار الخوري وعبرت عدة أحياء في العاصمة وسط شعارات مناهضة للسلطة في اتجاه مرفأ بيروت الذي أدى انفجار فيه إلى سقوط أكثر من 200 قتيل في آب أغسطس ونسب سببه إلى إهمال السلطات. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.